السلام عليكم، مرحبا يا احلام، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجع لكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا راح يكون عن لعبة جراند تراك سيميليتر 2. طبعا صار لنا زمان سايحين على هاي اللعبة، طبعا حسب طلبكم راح نعمل عليها فيديو جديد، وراح نشوف اليوم راح نجرب معنا الاكتروس اللي شايفين قدامكم اللي هي الام بي 4. طبعا هاي الام بي 4 يلي بتجي لها مرايا، الام بي 5 بتجي بدون مرايا اللي هي بلعبة التراك سيميليتر التيميت، اذا شفتوها اللي تبعت الشاشات عرفتوها. ايه هاي الام بي 4 طبعا شايفينها عليها سكن، طبعا راح نجربها هلا وناخذ عليها حموله. طبعا نظره سريعه على اللعبه اللي ما بيعرف اللعبه او عم بيشوف اللعبه لاول مره. طبعا اللعبه بتضم فيها اكثر من شغله، يعني بتقدر بتعملوا فيها اللعبه. عندك اول شيء اشاره البيت اللي هي هاي الواجهه الاساسيه اللي قدامكم، عندك الشاحنات اللي جنبها هي الشاحنات اللي عندك باللعبة، إذا كان اشتريت شاحنات أو شيء طبعا بيظهروا لك بهون، وبيظهروا لك إذا كان عندك تريلات خاصة فيك أو لا من خلال الضغط على زر التريلا. طبعا هون مثل ما شايفين تحت هون كمان بتقدر بتبيع الشاحنة، بتقدر تفحص الشاحنة كذا، شلون بتحب تعمل مثل ما بدك. بيظهر لك الأجزاء والأعطال وكل شيء موجود هون، يعني إذا كان بتحبه. وهون بيطلع لك كمان موديل الشاحنة وكم كيلومتر وكم والشهادة اللي عندك، شهادة السياقة وهيك، واسم الشاحنة، وكل هالشي بيظهر لك على الشاشة هون. طبعا ما راح اطول عليكم. عندك هون تالت وحدة اللي هي هون الحمولات. طبعا اول شي اول ما تدخل اللعبة اللي ما بيعرف اللعبة بيظهر لك انه طبعا اذا كان ما بتقدر تشتري شاحنة او ما عندك مصاري تشتري شاحنة، طبعا هلا بحكيكم بعد ايش بتاخذ هون حمولات. في حمولات ثقيله، في حمولات مثلا بيظهر لك طبعا على غير شاحنات اللي هو مثل هالشكل. طبعا شايفين شباب، هلا عملنا هيك الغاء. طبعا هون بيظهر لك اكثر من شاحنه واكثر من موديل، عندك تريلتين، عندك تريلا، عندك حسب اللي بدك اياه مثل ما شايفين. هاي الشغلات يمكن بتعرفوها. عندك ثالث شيء هدول الشهادات، اول ما تدخل على اللعبه يلي ما بيعرف لازم تكون عندك هي الشهادات طبعا لحتى تقدر تفتح اللعبة وتقدر تشتغل عليها. طبعا إذا كان أنت منزل اللعبة من المتجر، بعد ما تعمل هذا الشيء كله بتقدر بتسيف اللعبة عندك مثلا على إيميل جيميل. هون إيمت من كان انحذفت اللعبة كذا، صار شيء ما صار كذا، بتقدر بتنزل النسخة احتياطية مثل ما بدك وبسهولة، ما في أي مشكلة. طبعا طولت عليكم لا تأخذوني. هون عندك آخر شيء اللي هو السوق. طبعا هون السوق بيظهر لك الشاحنات الموجودة حسب أسعارها وحسب كل شيء. طبعا هيك بكون شرحت لكم شرح سريع. طبعا هون إذا كان بدك تشوف أكثر من 15 شاحنة بتشوف إعلان، وهيك بيفتح لك كمان سوق تاني وبيضيفوا لك 15 شاحنة زيادة. هون عندك هي زر عندك هدول بتشوف إعلانات مثلا وقت تعبي بنزين بيجي عليه تخفيضات، إذا شفت إعلان بيظهر لك لون أخضر مثل ما شايفين بالطرف الثاني. وعندك هالمبدأ هذا كله بتساووا اذا كان شفتوا اعلانات بيفتحوا لك هدول بيصيروا بالخضر، بيصير عليهم تخفيضات. والله هيك شباب رح نختار هاي الشاحنه. طبعا الشاحنه اللي معنا مثل ما شايفين رح ندخل على مكان الشاحنه نختار شاحنتنا، وهيك نرجع على الحمولات. طبعا الحمولات شباب رح نشوف حموله تكون ما هي طويله ولا قصيره، يعني تكون متوسطه. خلونا نشوف وحده تكون، تعال نشوف هاي او هاي. راح نحمل جبنة مثل ما شايفين 7000 15 دقيقة بدهم اياها، وهيك بيعطونا عليها 4000. او ناخد اللي فوقها، خلص ناخد هاي. طبعا ها بس ضغطت عليها بيقول لك انه بدنا نجيبها بهذا، بدك تجيبها بهذا الوقت وما تضربها وما تسوي لها هيك، يعني ما تسوي لها مشاكل وهيك. طبعا بتحط له الشرط الصح، بس ظهرت عندك هاي الشغلة. إذا كان ما بدك تختارها بتحط إشارة الضرب، وإذا كان بدك إياها بتحط على إشارة الدكسيون، وبتختار مثل ما قلت لك هدول، بتحط قيادة وهيك تفتح اللعبة. ننتظر شوي لما تتحمل. طبعا اللعبة كتير حلوة واقعية، يعني قدر الإمكان لحد الآن. طبعا في كتير ناس راح يقولوا لي إنه هاي اللعبة راح تنزل على الآيفون ولا على الأندرويد أو شي. طبعا لحد الان ما نزلت على الايفون، يعني ما بعرف ليش منتظرين، ليش ما عم نزلوها، ما بعرف. لنشوف ان شاء الله بينزلوها وبنخلص من القصه هي كمان. طبعا شباب هلا راح نشغل الشاحنه
اللي ما بيعرف يشغل الشاحنة بس ضغط على هذا الزر، زر التشغيل، اشتغلت. طبعا هون بإمكانك بتقرب على الدركسيون، بتقرب على هدول الساعات، بتقرب على كل شيء، شايفين شباب؟ وبإمكانك تغير طبعا بالشاشة، شايفين شباب؟ حتى هدول الساعات كله شغالات يعني 100%، يعني الحرارة وقت ترتفع بيظهر لك الحرارة، وقت اللي بتنزل وقت بينضرب دولاب، حسب كل شي بيشتغل، كل شي بيشتغل في شايف. خلونا نرجع، وعندك هون هاي، هون راح تشوف شلون بدك تروح على الحمولة، بتضغط على الشاشة طبعا بيظهر لك بهذا الشكل، تختار إذا كان بدك بنزين بتختار البنزين، بتختار الصيانة، بتختار الإشارة اللي عليها علم، هي مكان الشغل اللي راح نروح ناخده منه. طبعا ما راح نطول عليكم، خلونا نمشي بسرعة عشان ما نطول، مش راح يكون في على الطريق. طبعا شباب ما تفكروا نسيت، خلونا أول شي نصلي على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ودعموا لنا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لوصلكم كل جديد. واترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. هلا دخلنا على الحمولة، طبعا هون المعلمية يا شباب تختار هيك. طبعا ما ورجيتكم لحد الآن الشكل الخارجي للشاحنة، شايفين شباب؟ علقنا التريلا، اللعبة كتير حلوة، كتير 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 حلوة. طبعا راح اورجيكم شغله، اللي ما بيعرف اللعبه بتقدر تنزل من الشاحنه، شايفين شباب؟ ايام بتقدر مثلا ما تركب معك الشاحنه، فلذلك بيصير عندك هون ما بتقدر، لازم ترفع التريلا وتوطيه من هون. راح اورجيكم وين في هون مثل شغله مثل مفتاح بترفع الشاحنه وبتنزلها التريلا. طبعا شوفوا لي السكن، شي فخامه معلم. حتى يمكن هون تقدر بتعدل على غالبا على هذا، حتى هون تقدر تفتح الزيت عشان تعبي الزيت، تعبي مازوت كذا. هلا راح ورجيكم اياها بالكازية، اذا راح نعبي بنزين ورجيكم شلون تعبوا بنزين. ورجونا الشكل الخارجي، شوفوا لي على الشاحنة شي معلم مرتبة، شايفين؟ طيب خلونا من الملكة نتلكع. هلا تقولوا لي طولت المقطع وما ادري شو وكذا. طبعا احلى عالم على طول، والله بتدعموني، وكتير ناس عم بتريد انه اسوي مقاطع تكون طويلة، يعني احلى شباب والله. خلونا نسرع شوي نشوف سرعتها كمان للاكتروس. رايكم شغل الضوء؟ طبعا شباب الشاحنة كتير سريعة، بس لحد الآن أنا ما أسرعت. طبعا هون بتقدر تشغل الضوء وتطفيه حسب شلون بدك. وأهم شي شباب هون إنه تنتبهوا كتير كتير على إنه ما تعملوا حادث بالشاحنة، لأني إذا عملت حادث بالشاحنة مشكلة.
لاني هون بس عملت حادث بتنضرب الشاحنه وبصير فيها اعطال كتير، يعني ما تفكروا انه بدون اعطال بدون شيء، يعني بتاخذ دمج نظامي. فلذلك تنتبهوا كتير على هالشغله وحاولوا ما تعملوا حادث ابدا. طبعا اللعبة كتير حلوة، وإذا كان عجبتكم قولولي وإن شاء الله بنعمل عليها سلسلة ونجرب أكتر من شاحنة. في أكتر من شاحنة، في شاحنة المرسيدس السوبر إذا بتعرفوها القديمة، وفي سكانيا القديمة من البوز، في كتير شاحنات. يعني إذا كان عجبوكم قولولي وإن شاء الله ننزل عليهم نعمل عليهم تجارب. طبعا هون بإمكانك تبص على هاي وتشغل الأغاني كمان، شايفين شباب؟ بس ما راح أشغل مشان، شايفين شباب؟ بتقدر تشغل مسجلة، بتقدر تشغل كل شي هون، بتقدر حتى بتضيف أغاني. في مقطع عامله أنا على هالشغلة، إذا كان بتحبوا ادخلوا وشوفوا شلون بتقدر تعمل بتضيف أغاني على اللعبة. طبعا لازم تكون اللعبة نظامية لحتى تقدر يظهر عندك مجلد اسمه الميوزك، فلذلك بتدخل عليه بتضيف الاغاني اللي بدك اياها وبتسمعهم بالشاحنه بشكل نظامي. وبتقدر كمان اذا كان بتحب تعدل على السكن، طبعا هذا مثل ما شايفين سكن على الشاحنه، او هي الشاحنه ما بحط لك علامه المرسيدس، والفرش كله هذا بيتغير. فلذلك اذا كان تحبوا تضيفوا السكن كمان قولوا لي وان شاء الله بحط لكم اياه وبعطيكم اياه وبتجربوه. في كتير برامج بتجيب منهم سكنات وبتضيفهم، وإذا كان بتحبوا تشوفوا طريقة إضافة السكن في مقاطع كتير عاملون على هي الشغلة، ادخلوا وشوفوهم بالقناة أو راح أترك لكم إياهم بالإشعارات أو بنهاية هذا المقطع. طبعا هي داخل الشاحنة، شايفين الشاحنة كتير حلوة من جوا. يعني تمنيت يكون لعبة التراك سيميليتر اللي الألتيميت تراك سيميليتر ألتيميت، تمنيت تكون يعني وضعيتها كتصميم كمثلا خصائص فيها، يعني يكون فيها غير هيك. يعني مثلا هاي اللعبة اللي شايفينها قدامكم اللي عم نلعبها، يعني لعبة صار زمان كتير نازلة، يعني معقول يكون في ميزات فيها أكتر من اللعبة اللي نزلت هلأ بال2021؟ يعني شي غريب، أنا هيك برأيي. ما بعرف، يا ريت تكتبوا بالتعليقات اذا كان عجبتكم هي او هديك. طبعا هي اللعبه كمان فيها نقص كتير، بس يعني منقول ان شاء الله بركي بيعدلوا عليها وبيحدثوها. طبعا شباب شايفين وصلنا على المكان، هذا المكان يلي راح نصف فيه الشاحنه. طبعا ما ورجيتكم الشاحنه من برا كتير، فلذلك اعذروني اخذني الحديث معكم. شوفوا لي الصفة، شايفين شباب؟ هلا هون عم بيقول لك اطفي الشاحنة، بس طفيت الشاحنة بنعطيك من حيسبك. يعني طبعا هون نطفي له الشاحنة، ليش ما بنطفي له؟ يا نطفي له يا هون، شفتوا طفينا الشاحنة هيك حيسبنا، شايفين شباب؟ هاي حيسبنا 5000 وشوي، 5359 دولار. طبعا هو لازم كان يعطينا 4000 وشوي، بس بما انه جبنا له اياها بوقت كتير قليل هون اعطونا زيادة. طبعا قطعنا اشارات مثل ما شايفين، يعني اجباري نحط له اشارة الصح. هون بيعطيك اكس بي، الاكس بي هو مثل الليفل بيرفع لك مستوى اللعبة، وهيك بصير يعني بتقدر تجمع مثلا ترفع الليفل تبع اللعبة وهيك. وهيك شباب مثل ما شفتوا هي جربنا معكم الشاحنة وخدنا حمولة. وإذا كان عجبكم المقطع بتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالمقطع، عجبكم أو لا، عجبتكم اللعبة أو نغيرها، أو في لعبة تانية بتحبوا ننزل عليها. طبعا لا تأخذوني في تقصير شوي من ناحية تنزيل الفيديوهات، بس إن شاء الله رح أداوم معكم وإن شاء الله رح أنزل أكتر وأكتر. بس اعذروني إذا كان عندي ضغط شوي، وإذا كان مثل ما قلت لكم بدكم تشوفوا شلون طريقة تركيب السكن، في مقاطع منزلون على القناة ادخلوا شوفوهم. وإذا كان في استفسارات أو أسئلة أو اقتراحات تحبوا تطرحوها يا ريت تكتبوا بالتعليقات. وهلا بتمنى منكم تدعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل جديد. وبترككم بأمان الله وسلام.